يعني لها اوقات ما مناسبة. اكيد ديلان المحجبه اليوم لازم تظهر نفسها بالصوره الصح، لان انا مكوني محجبه لازم عفوا للمفرده انه اتبهذل ولبسي يكون فضفاض للدرجه اللي حتى ما مبين انه اني امراه، لو يكون بعيدا عن التدخل بغير امور، لكن من ناحيه الموضه اليوم اني افرض نفسي على كل مكان، افرض حجابي بكل مكان. اليوم على جوابي على سؤالك انه اقدر اخلي هذه لفه عنقي او لفه حجابي مناسبة لي طلعة رسمية، وبنفس الوقت بلبسة ثانية بكاجوال ثاني بسبورت ثاني راح أغيرها، ونفس لفة الشال أخليها ترهم للطلعة السبور العادية. وتعرفين أنت يعني أني لكن أكو حدود، يعني تعرفين من أروح طلعة رسمية ما أقدر أني ألف الشال وأخليه على كتفي وأطلع لأنه زحمة، صح. لكن إذا رايح البيت جدي لو البيت أختي لو طالعة للسوق لا أقدر أنا أسوي هاي الحركة، لو طالعة بسيطة حركة بالسيارة حركة بسيطة. مثل هاي اللفة اللي دا تشوفيها أنا اليوم ببرنامج، فكلش مرتاحة أنه أنا اليوم مسويتها فستان بالضبط، وضروري تكون فستان فستان. حتى إذا أنا لبست أنه سترة وهي هاي اللفة دا تشوفون أن أنا مشابه الأكتاف لأكتاف السترة، فأني باستطعت أنه ألبس نفس هاي لفة الشال. ولفة التوربان صراحة أنا أستبعدها لنفسي. زين انت تتصورين برأيك انه تلوق كل وجه او الكل لبسه، بس هي كلش مريحه. هي كلش حلوه تقدرين تلبسينها اكسسواريز لانه بالضبط تظهر هاي المنطقه، صح كلش حلوه. واقدر حتى واني خافيه هذه المنطقه البس توربان، ماكو شيء عيب صحيح انه اني البس التوربان. لكن اني شخصيا شويه ما استخدمته على وجهي، ممكن مرور الوقت راح تشوفيني احبه والبسه، وعلى طول ممكن بحلقاتنا اللي جايه راح تشوفيني لابسته. لكن تدرون اني ماني دحرق الفقره عليكم، لكن بنسولف بموضوع صح. عام احنا الحجاب اليوم ترتيب بسيط، يعني اني هاي اللفه نفسها اقدر هسه بلمسه صغيره اخليك تقولي لي فاطمه ليش هيك حجابك ما حلو، وبضبطه صغيره اخليك تقولي لي واو ليش هيك طالع يعني وجهك يجنن اليوم. تكون اكو حركات بسيطه اتغير من ترتيب اللفه او ممكن الحجاب بالضبط. طبعا بالتاكيد